أسعدتم أوقاتا أينما كنتم. هذه حلقة جديدة تأتي حضراتكم كالمعتاد من أحداث اليوم، نجمل خلالها أبرز ما جاء من أحداث وتقارير وتطورات على مدار الساعات الماضية، بدايتها بما اختتمنا به الجولة الماضية من الآن، وهو نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار الأسبوع المقاضي والذي شهد محطات مختلفة. التقرير التالي يسلط الضوء على أبرز هذه المحطات. مكثف للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أسبوع استهله الرئيس بالاطلاع على تطورات منظومة شبكة الاتصالات الفضائية الخاصة بالدولة والاستخدامات المستقبلية للقمر الصناعي طيبة واحد، وذلك خلال اجتماعه مع وزير الاتصالات وعدد من المسؤولين. وقد وجه الرئيس بالاستغلال الأمثل لتطبيقات القمر الصناعي المصري طيبة واحد لصالح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالدولة. وفي اجتماع مع مستشاري رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني والشؤون المالية لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية، وجه الرئيس السيسي بتعزيز نهج الدولة لحوكمة وحسن إدارة ما تملكه من أصول كمبدأ ثابت يحقق الاستغلال الأمثل لمواردها اقتصادياً وتنموياً وعمرانياً. وفي اجتماع آخر مع رئيس الوزراء ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وعدد من الوزراء والمحافظين والمسؤولين، اطلع الرئيس السيسي على منظومة الضوابط والاشتراطات البنائية الجديدة وكذلك الموقف التنفيذي لإقامة التجمعات البدوية في سيناء. ووجه الرئيس السيسي بأن تكون تلك المنظومة بمثابة بداية لعهد جديد للامتداد العمراني المنضبط على أسس إنشائية علمية لإعادة تنظيم عملية البناء وإنهاء حالة العشوائية القائمة. وخلال استقباله وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أكد الرئيس السيسي ما توليه مصر من أهمية خاصة لتعزيز التعاون مع فرنسا في مختلف المجالات، معرباً عن التطلع لنقل الخبرات والتكنولوجيا الفرنسية العريقة في كافة المجالات التنموية إلى مصر. وخلال استقباله وزراء خارجية اللجنة الرباعية مجموعة ميونخ المعنية بدعم مسار عملية السلام في الشرق الأوسط، شدد الرئيس السيسي على أن تسوية القضية الفلسطينية سيغير من واقع وحال المنطقة بأسرها إلى الأفضل من خلال فتح مسارات وآفاق جديدة للتعاون الإقليمي بين الحكومات والشعوب. ولمتابعة الموقف التنفيذي لمدينة الجلود بالروبيكي، اجتمع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة ورئيس المكتب الاستشاري بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بأن يتم تنفيذ كافة الإنشاءات للمشروعات المكملة لمدينة الروبيكي وفق أرقى المعايير الهندسية وتزويدها بأحدث الآلات والمعدات لضمان جودة المنتج النهائي ولتصبح نموذجاً للمناطق الصناعية المتخصصة. وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصرية على مستوى الجمهورية في إطار مبادرة حياة كريمة، وجه الرئيس السيسي بالتواصل المباشر مع المواطنين من أهالي 1500 قرية الجاري تطويرها بهدف الوقوف على متطلبات المواطنين الفعلية والاستماع لآرائهم تجاه تطوير مناطقهم. وخلال استقباله جو كيسر الرئيس والمدير العام التنفيذي لشركة سيمنز والدكتور رولاند بوش نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة، وذلك بحضور رئيس الوزراء ووزير النقل، اطلع الرئيس السيسي على الاتفاق النهائي لقيام شركة سيمنز العالمية بإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر بإجمالي أطوال حوالي 1000 كيلومتر على مستوى الجمهورية، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 360 مليار جنيه، وذلك بدءا بالتنفيذ الفوري لمشروع الخط الذي سيربط مدينة العين السخنة بمدينة العالمين الجديدة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة. تكلف المشروع هيتكلف تقريبا 360 مليار جنيه خلال سنتين، هيتعمل طبقا ل يعني اقصى المعايير العلمية والتكنولوجية والفنية في كل شيء. وخلال استقباله بيتر لورسن مالك ورئيس مجلس إدارة شركة لورسن الألمانية العالمية في مجال صناعة السفن والفرقاطات والمدمرات، وذلك بحضور الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية وعدد من المسؤولين، ثمن الرئيس السيسي التعاون مع الشركة الألمانية بالنظر إلى السمعة المهنية العالمية التي تتمتع بها في مجال بناء السفن.
وافتتح الرئيس السيسي بطولة العالم لكرة اليد بالصالة المغطاة لاستاد القاهرة الدولية، مؤكداً في كلمته بتلك المناسبة الترحيب بجميع ضيوف مصر في أكبر تجمع رياضي خلال الوقت الحالي. اسمحوا لي أرحب بكم جميعاً ضيوفاً كراماً على أرض مصر الكنانة في أكبر تجمع رياضي يشهده العالم حالياً، في رسالة نؤكد من خلالها بكم ومعكم أن العالم أصبح قادراً على التعايش في ظل الواقع الجديد الذي فرضته جائحة كورونا. وخلال استقباله وفداً سودانياً برئاسة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، أكد الرئيس السيسي أن موقف مصر تجاه السودان الشقيق ينبع من الترابط التاريخي بين شعبي وادي النيل، وهو الموقف الذي لم ولن يتغير تحت أي ظرف، وطالما مثل نهجاً ثابتاً للسياسة المصرية على مدار الزمان. الكاتب الصحفي الأستاذ محمود بسيوني ينضم إلينا عبر الهاتف ليسلط الضوء على أبرز هذه المحطات كما تابعها. أستاذ محمود أهلا وسهلا بحضرتك، سأبدأ مع حضرتك من حيث الاجتماع المرتبط بتطوير وإعادة تأهيل ورفع كفاءة 1500 قرية أو تجمع ريفي على مستوى محافظات الجمهورية ضمن مبادرة حياة كريمة، أي غاية تقصدها الدولة من امتداد هذه المبادرة لتشمل هذا العدد من القرى؟ بالتأكيد احنا قدام مشهد جديد لفكرة العدالة الاجتماعية بتطبقها مبادرة حياة كريمة. مبادرة حياة كريمة في الأساس هي قايمة على فكرة انه توزيع موارد الدولة على كل المواطنين بشكل يضمن لهم جودة الحياة ويضمن لهم انه يعيشوا في واقع جديد يتم تغييره عبر مبادرة زي حياة كريمة تؤسس للعدالة الاجتماعية في المجتمع المصري، وتؤسس ايضا لفكرة انه المجتمع المصري يتغير بشكل أو بآخر في مناطقه التي كانت تحتاج لمزيد من الدعم ومزيد من التركيز، المناطق الريفية والقرى الأكثر فقرا في عدد من السنوات الماضية. أيضا أتصور أن احنا قدام مشهد طموح جدا لتغيير هذا الواقع، لأنه هذه المبادرة تتضمن كثيرا من المشروعات التي تخدم هذه الفئات الغير قادرة، خاصة مع قدوم الشتاء وتقديم بعض المساعدات لهم الخاصة ببناء الأسقف وتوصيل المياه النظيفة وأيضا رعاية الأرامل والمعيلات، سيدات المعيلات. وتقديري أنه جزء كبير جدا من مشروع حياة كريمة موجه للمرأة المصرية الريفية اللي موجودة في الريف واللي ممكن ربما يكون لديها بعض الأزمات الاجتماعية والمعيشية، لأنه المرأة هنا هي اللي بتقود حركة الأسرة بشكل كامل في غياب عائلها الوحيد، وتقدم مبادرة حياة كريمة كثيرا من الخدمات واللي فيها تعاون كبير بيحصل ما بين الدولة وما بين المجتمع المدني والقطاع الخاص. في تقديري هو مشروع مهم جدا ومبادرة جيدة جدا، يعني تحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي انه اسس لانه يكون العدالة الاجتماعية موجودة في مصر بهذه الطريقة وبهذا الشكل. أستاذ محمود، ربما الأضواء تكون مسلطة أكبر على المشروعات الكبرى ذات الطابع القومي التي قد تتركز في بعض الأحيان في مشروعات الطرق والإنشاءات البنية التحتية، محطات الكهرباء، مشروعات الطاقة، المشروعات اللي بتتركز في القاهرة أو في أقاليم الحضر، لكن الرئيس السيسي كان له حديث في أحد الافتتاحات عندما قال إن كل شبر في مصر مدت إليه يد التنمية. كيف يمكن تسليط الضوء أو النظر بعين الاعتبار إلى المشروعات التي تتم في دلتا وصعيد مصر تحديدا في التجمعات الريفية فيها؟ بالتأكيد حديث الرئيس عن إنه مصر تمد يدها لكل مناطق جديدة ربما لم يعني تذهب إليها يد الدولة من قبل، هو أمر مرتبط كثيرا برؤية مصر 2030 ومشروع الطموح والرؤية التي وضعتها مصر لنفسها خلال العشر سنوات القادمة. أبرزها وأهمها هي فكرة الامتداد العمراني وإقامة مجمعات صناعية وإقامة مناطق خدمات ومستشفيات وبناء مدارس جديدة في كل محافظات مصر وفي كل قرى مصر. ربما لدينا أيضا مشروع طموح لتبطين السرعة المصرية واللي يعني كان ليه تأثير مهم جدا وفاعل جدا في مسألة الحفاظ على المياه وترشيدها وامتداد مناطق اللي فيها منظومة الري الحديثة في قرى مصر، كلها مشروعات جديدة بتبقى هدفها تحسين جودة حياة المواطن المصري وتغيير هذا الواقع ووضع هذه المسألة في قيد التنفيذ خلال الفترة القادمة.
أتصور أن احنا المشروعات التي تقوم بها الدولة الآن سواء في القرى أو في المحافظات، احنا بنتكلم على تريليونات الجنيهات المصرية التي تصرف الآن في مثل هذه المشروعات التي تهدف بالأساس تحسين حياة المواطن المصري وتقديم الخدمات وتوفير فرص العمل وتهيئة المناخ لبيئة استثمارية جديدة بتوفير كل هذه الخدمات في مناطق ربما لم تصل إليها هذه التنمية من قبل من خلال كل المشروعات التي كانت تتم السنوات الماضية. لأول مرة نرى عملا في قرى وفي مناطق جديدة تماما، نرى مدن جديدة تنشأ، نرى محاور اقتصادية، نرى مشروعات تنموية ومشروعات استثمارية في مناطق جديدة في مصر توفر فرص عمل وتحسن من الخدمات التي تقدم للمواطنين. هي مسألة جديدة تماما وأمر ربما لم يعتده المصريين ولا حتى المستثمرين الأجانب الذين يرون واقعا جديدا الآن يحدث في مصر وفي المستقبل أيضا واقع جديد بيحدث في كل المحافظات. مش لم تعد التنمية الآن مركزة في العاصمة وفي الدلتا، ولكن أيضا نرى تنمية كبيرة تحدث في الصعيد وفي المحافظات الحدودية سواء في شمال سيناء أو جنوب سيناء أو حتى العلمين الجديدة. هناك واقع جديد يحدث في هذه المحافظات الآن. في هذه النقطة تحديدا من حيث انتهيت حضرتك، العلمين الجديدة أو العلمين في غرب الجمهورية، هناك مشروع اطلع عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي وربما أعطى إشارة البدء لتنفيذه وتشغيله فعليا من العين السخنة وحتى العلمين القطار السريع الذي سينفذ بخبرات وتكنولوجيات من شركة سيمنز لكن بشراكة مع شركات مصرية مختلفة. كيف يمكن لدولة في ذات الوقت أستاذ محمود أن تقدم ميزانيات ضخمة للغاية في مشروعات من هذا النوع وهي التي انكبت على مشروعات أخرى ذات طابع تنموي أو اجتماعي للفئات الأولى بالرعاية كما كنت تتحدث حضرتك؟ أتصور أنه هذا المشروع تحديدا هو مشروع له بعدين، بعد اقتصادي وبعد استراتيجي أيضا، لأنه أنت حينما يصل القطار من عين السخنة وهي على البحر الأحمر إلى العالمية الجديدة وهي على البحر الأبيض المتوسط، فأنت أمام شبكة مواصلات جديدة تحسن من عملية النقل والخدمات، خاصة وأنه هذا الخط فيه بعد اقتصادي لأنه سينقل كثيرا من البضائع والمستخرجات التي تستخرج من هذه المنطقة الغنية بالمناجم، يعني المناجم ومستلزمات الإنتاج سيتم نقلها من هذه المنطقة إلى السفن الموجودة أو المراكب الموجودة في العالمين الجديدة التي ستتحول إلى ميناء بعد يعني هذا المشروع إتمامه. فأتصور أنه ده أمر ليه بعد اقتصادي وربحي كبير جدا. التمويل الخاص به هو تمويل على مدى طويل تشارك فيه كمان أيضا، ودي مسألة مهمة جدا بجانب شركة سيمنز، شركات وطنية مصرية ستوفر فرص للعمل وستوفر بيئة جيدة للتنمية، وده أيضا أتصور أنه كمان سينمي الخط، يعني المسار الذي سيتم فيه هذا الخط أيضا معرض للتنمية. ولأول مرة نرى التنمية بشكل عرضي في مصر، كانت التنمية في سنوات سابقة بشكل أفقي ولكن الآن التنمية أيضا بشكل عرضي، وده اللي يمكن ألهم الشركات الألمانية والشركات الأوروبية أنها تتعاون مع مصر في مثل هذه المشروعات، لأنه أنت بتقدم شبكة طرق جديدة ليست يعني مرتبطة بمصر فقط ولكن أيضا مرتبطة بمصالح يعني المنطقة والمحيط الإقليمي لمصر، لأنه أنت هنا بتخدم الدول المحيطة، بتعمل مسار جديد لنقل البضائع ونقل الركاب من هذه المناطق السياحية في مناطق البحر الأحمر إلى مناطق البحر الأبيض بالقطار، وده ربما لأول مرة في القارة نرى مثل هذه شكل الأشكال النقل الذي كنا نراه كثيرا في المدن الأوروبية وفي الغرب، ولكن الآن يعني يمكن ربما يحدث لأول مرة في الشرق في مصر. فأتصور أن احنا أمام يعني خط تنمية استراتيجي جديد سيحمله هذا القطار من المناطق الجغرافية التي سيعبر عليها، وهي كلها مناطق تنموية ومحاور تنمية جديدة تفتح فيها مصر الآفاق وتستغل فيها مساحتها الكبيرة في مد التنمية لهذه المناطق التي لم نرى فيها من قبل مشروعات بمثل هذه الضخامة ومثل هذا الأمر. كمان من المهم جدا نقل الخبرات، وشركة سيمنز الألمانية صحيح تعودت مع مصر أنها تقدم لها بإضافة إلى عروض الأسعار المهمة والمدة القصيرة في تنفيذ أيضا تقدم الخبرات، أنه تطلع مصر على الخبرات والتكنولوجيا الحديثة في مثل هذه المشروعات. أستاذ محمود، لافت للغاية أنه في ضوء ما تعانيه اقتصادات دول
كبرى حول العالم من حالات الإغلاق وتداعياتها وتأثيراتها المستمرة وعمليات تسريح العمالة والتضحية بآلاف الموظفين في دول مختلفة حول العالم، تأتي بعض هذه الشركات سيمنز نموذجا مثلا لتستثمر في مصر. عجلة التنمية والمشروعات لم تتوقف، ربما حتى تزايدت وتيرتها. كيف استطاعت مصر أن تحقق هذه المعادلة أستاذ محمود؟ والمسألة ليست سهلة أو يسيرة بحال. صحيح، وسؤال حضرتك مهم جدا، لأنه هو ده بيدينا مؤشر على أي مدى هناك ثقة في أداء الاقتصاد المصري، وهناك ثقة في الإدارة المصرية الحكيمة لمشروعات التنمية، وهناك ثقة في مدى جدوة مثل هذه المشروعات وعائدها الاستثماري على شركات كبيرة زي شركة سيمنز الألمانية، لأنه هي يعني لديها أيضا نفس الأزمة الاقتصادية، هي تعبر بنفس هذه الأزمة الاقتصادية، لكن هي لديها رهان على الاقتصاد المصري ورهان على تنفيذ مثل هذه المشروعات في مصر، الذي ولديها أيضا ثقة في أداء الاقتصاد المصري وفي نجاعة الإجراءات المصرية، فكان لديه كثيرا من المبررات أن يقوم بمثل هذه المشروعات في مثل هذا الظرف الاقتصادي الحرج الذي يمر به العالم. فبالتأكيد الوضع الاقتصادي في مصر مطمئن جدا لكثير من الشركات، ومطمئن جدا لكثير من المستثمرين أن يقوموا بمثل هذه المشروعات في مصر، لأنه سيكون عائدها يعني بالنسبة لهم مجزي جدا، وفي نفس الوقت سيصلوا فيه إلى مخرجات ربما هم ينتظروها، لأنه هو هنا بيوطن كمان نفسه في هذه المناطق ويقدم نفسه في مصر التي تستطيع أن تسوق مثل هذه المشروعات في مناطق أخرى وفي دول أخرى مجاورة، فبالتالي هو يكسب كثيرا من العمل في مصر سواء على المستوى الاقتصادي الداخلي وثقته في قدرة مصر على السداد في توقيتاتها المحددة. نعم. كما نرى الآن في كثير من طرق السداد التي تسدد بها مصر كثيرا من التمويلات التي تحصل عليها، أيضا مسألة المشاركة في التنمية والمشاركة في مثل هذه المشروعات الضخمة، هو هنا الشركات الكبرى تسوق لنفسها لدى دول أخرى أنها تستطيع أن تنفذ مثل هذه المشروعات الغير مسبوقة في المنطقة، وهذه مسألة أتصور أنها مهمة جدا، أنه مثل هذه المشروعات سيكون هناك عين عليها في كثير من الدول. صحيح. الأخرى، فهنا هنا الشركة شركة سيمنز تسوق لنفسها بمثل هذه المشروعات. شكرا جزيلا لحضرتك الأستاذ محمود بسيوني الكاتب الصحفي منضما إلينا عبر الهاتف، أشكرك شكرا جزيلا. هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نوابها ممن خاضوا انتخابات اللجان في مجلس النواب وتمكنوا من الحصول على عدة مقاعد ضمن هيئة مكاتب اللجان النوعية. قالت التنسيقية في بيان لها إن ستة من نوابها انتخبوا كأمناء سر للجان العلاقات الخارجية، الإدارة المحلية، الشؤون العربية، إضافة إلى الثقافة والإعلام والآثار والشؤون الإفريقية وحقوق الإنسان، كما انتخب أربعة من نوابها في منصب الوكيل للجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص متحدي الإعاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وحقوق الإنسان والاتصالات. عبر الهاتف ينضم إلينا دكتور نادر مصطفى وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار في مجلس النواب. أهلا وسهلا بحضرتك سيادة النائب، ما هي طبيعة الأجندة التشريعية المرتبطة بهذا القطاع، قطاع الثقافة والإعلام والآثار خلال المرحلة المقبلة، إذا كان هناك نية لإعادة النظر في الإطار التشريعي الحاكم لهذه القطاعات؟ طبعا شكرا لسيادتك يعني على هذه المقدمة، وبالتأكيد يعني بنبارك لزملائنا في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على تولي مناصب وكلاء وأمناء سر للعديد من اللجان المفصلية داخل مجلس النواب. في الحقيقة كانت انتخابات لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالأمس مريحة جدا، والحمد لله يعني تقريبا 90% من الأصوات استطعنا أن يعني نحصدها كأعضاء في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وممثلين للشعب في لجنة الثقافة والإعلام والآثار، ودي ملفات مهمة جدا يعني كما دار بالأمس في نقاش السادة أعضاء اللجنة، وفي نية يعني قوية لتحسين أوضاع الإعلام، وخاصة يعني البعض بينظر إلى العديد من النقاط اللي نستطيع أن نبني عليها يتمتع المواطن المصري بما يستحقه من إعلام أفضل، وبالتأكيد الملف الثقافي وملف تنمية الوعي الوطني أو الارتقاء بالثقافة
خاصة يعني لدينا قصور ثقافة منتشرة في ربوع الجمهورية، نستطيع أن يعني نرتقي بأدائها ويتمتع أيضا المواطن من خلالها على جرعة ثقافية متميزة تساهم بشكل أكبر في تنمية الشعور الوطني، نبذ الفكر المتطرف. أدوات ووسائل نشر الثقافة بكل غاياتها اللي بتشير إليها دكتور نادر، هل ستختلف، هل سيعاد النظر في طبيعة هذه الأدوات التي تقدم من خلالها الجرعات الثقافية للشباب وللمراهقين المصريين تحديدا في هذا الظرف بالأخذ في الاعتبار الفضاء الإلكتروني الواسع والرحب؟ بالضبط بالضبط. الأدوات لا شك أن إحنا أمام برلمان جديد، رغبات في الإضافة على خطة عمل اللجنة اللي هتشهدها اجتماعات اللجنة خلال الأسبوع القادم الحد والاثنين والثلاث. عندما نضع الخطة فهناك يعني ملفات قديمة بنتحدث عنها باستمرار وبنضيف إليها وبننقح الأفكار المطروحة خلالها، وهناك أيضا ملفات جديدة بيطرحها التطور المذهل اللي بتشهده ملفات الفكر والثقافة والإعلام يوما بعد الآخر. ولكن هناك نقطة أيضا أريد أن أنبه إليها، وهي زيادة أعداد أعضاء اللجنة. شهدت اللجنة إقبال من أساتذة متخصصين وحاصلين على درجات عليا ولديهم خبرات كثيرة في هذه الملفات أو ملفات مرتبطة بها، ومن ثم فأنا أتوقع أن يضيف كل السادة أعضاء اللجنة النواب من خلال خبراتهم وثقافتهم و يعني ما لديهم من مواهب وقدرات إلى الخطة التي ستعمل عليها اللجنة خلال الدور الأول من الفصل التشريعي الثاني. متى يمكن القول بأن شرارة انطلاق العمل الفعلي والنقاشات داخل اللجان المختلفة وتحديدا لجنة الثقافة والإعلام والآثار في مجلس النواب ستكون وقد بدأ دكتور نادر؟ لا، الشرارة انطلقت فعلا. عندما نتحدث عن الدكتورة درية شرف الدين، عندما نتحدث عن وكيل اللجنة المذيع اللامع يوسف الحسيني، نحن نتحدث عن نقاشات على مستوى جاد، كما أشرت أيضا إلى الخبرات الموجودة في النواب الجدد، يعني لدينا أكثر من 19 نائبة لدى كل منهم ملفات مرتبطة بالثقافة والإعلام والآثار. فأنا أعتقد أن إحنا يعني الانطباعات الأولى وبداية الاجتماعات يوم الأحد صباح الأحد القادم إن شاء الله بوضع اللمسات النهائية على خطة عمل اللجنة، أنا متفائل خيرا وأشعر أن يعني لدينا رؤية جديدة، لدينا اهتمام خاصة بقضايا الإعلام. يعني نحن يعني نستطيع أن نفتح العديد من الملفات التي تخدم الإعلام المصري، تخدم القضايا الوطنية، تصب يعني في مصلحة الوطن العليا ومصلحة المواطن. شكرا جزيلا لك دكتور نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار في مجلس النواب، منضما إلينا عبر الهاتف، شكرا جزيلا. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا سلط خلاله الضوء على الحصاد الأسبوعي لنشاط المجلس. أشار التقرير إلى أنه قد تم إصدار عدد من القرارات تشمل الموافقة على فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة بمبلغ يقدر بملياري جنيه دعما للنشاط الاقتصادي في إطار التعامل مع تداعيات جائحة كورونا. كما تم الاتفاق مع الوزراء المعنيين على صرف الدفعة الثانية من المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة بدءا من يوم الأحد المقبل. وعلى صعيد الاجتماعات، فقد عقد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اجتماعا موسعا مع ممثلي الشركات المنتجة والموردة للأكسجين الطبي، حيث أكد على العمل لمضاعفة الإنتاج تأمينا لتوفير الأكسجين لأي مستشفى عام أو خاص. كما تضمنت الاجتماعات أيضا الاجتماع الأسبوعي للحكومة الذي ناقش عددا من الملفات كمواجهة فيروس كورونا ومؤشرات الأداء المالي للنصف الأول من السنة المالية 2020-2021. كما شهد رئيس الوزراء توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة سيمنز العالمية لتنفيذ منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر.
كما شهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط ووزارة الهجرة وجهاز تنمية المشروعات بشأن توفير التمكين الاقتصادي للعمالة المتضررة من جائحة كورونا وكذا للعمالة العائدة من الخارج. كما نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله حول خارطة توزيع لقاحات فيروس كورونا بأنواعها المختلفة وفقا للشرائح الاجتماعية للمواطنين. قال المركز إنه بالتواصل مع وزارة الصحة فقد تم التأكيد على أنه لا صحة للخريطة المتداولة، موضحا أن الخريطة مزيفة ولا علاقة للوزارة بها نهائيا، مشددة على سعي الدولة لتوفير اللقاحات لجميع المواطنين دون تفرقة، وأن عملية توزيع اللقاحات لا تتم على أي أسس اجتماعية، وإنما سيتم منح الأولوية للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس كالأطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، مع تحمل صندوق تحيا مصر كلفة اللقاح عن الأشخاص غير القادرين والفئات المستحقة ذات الأولوية المتقدمة، وذلك إرساء لمبدأ العدالة الاجتماعية. في هولندا أعلن رئيس الوزراء مارك روتي تنحيته عن منصبه على خلفية الآلية التي تعاملت بها حكومته مع ما عرف بفضيحة مدفوعات تخص رعاية الأطفال. كان تقرير برلماني قد كشف خلال شهر ديسمبر الماضي أن آلاف الآباء لم يتلقوا مدفوعات رعاية الأطفال واتهامهم عن طريق الخطأ بالاحتيال وسط تحقيقات في ذلك. كما أن التقرير قد أشار إلى أن بعض هؤلاء الآباء دخلوا في ديون بعد أن اتهموا عن طريق الخطأ بالمطالبة بالاستحقاقات. باشر إذن مجلس النواب الأمريكي آليته لمحاكمة وعزل الرئيس الأمريكي المنصرف دونالد ترامب، موجها إليه الاتهام بالتحريض لاقتحام مبنى الكونغرس. صوت المجلس بغالبية بلغت 232 صوتا في مقابل رفض 197 لاتهام ترامب، مع أخذ في الاعتبار انضمام عشرة من النواب الجمهوريين إلى الغالبية الديمقراطية. فيما أعلنت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي أنها وقعت رسميا على قرار المجلس بعزل الرئيس دونالد ترامب بعد توجيه هذا الاتهام، فإن الخطوات التالية ستبدأ مع إحالة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بيان الاتهام إلى مجلس الشيوخ في الموعد الذي تقرره، وينظم مجلس النواب عندها المحاكمة، مع الأخذ في الاعتبار ما كان قد أشار إليه زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل بأن المجلس لا يمكنه أن يبدأ أو أن يشرع في هذه الخطوات إلا عند 20 من يناير. على الهواء مباشرة تنضم إلينا دكتورة عزة هاشم الخبيرة في المركز المصري للفكر والدراسات. دكتورة عزة، أهلا وسهلا بحضرتك. ما الذي يستهدفه أعضاء مجلس النواب أو المصوتون بالموافقة على إحالة دونالد ترامب للمحاكمة في مجلس الشيوخ من وراء هذه الخطوة؟ اهلا وسهلا بحضرتك. هو الحقيقه اني الامر الواقع دلوقتي ان الجلسه بتاعت مجلس الشيوخ من الصعب ان هي تنعقد قبل التنصيب بتاع جو بايدن، وبالتالي لا ينتظر منها شيء، اي اجراء سابق لعمليه تنصيب الرئيس الامريكي الجديد جو بايدن. لحد الان مجلس الشيوخ في اجازه، الاجازه بتاعته هتنتهي يوم 19، يعني قبل حفل التنصيب بيوم، وبالتالي احنا بنتكلم على انعقاد تالي لانتقال السلطة. الحقيقة اني بصرف النظر عن مدى نجاح الجلسة دي او في ان هي تعزل ترامب بشكل هتاخد شكل رمزي ومجازي اكتر، لان هو اوريدي هيكون ما بقاش في السلطة، لكن الهدف الاساسي منها هو استصدار قرار
بمنعه من الترشح مرة أخرى، وخصوصا أن هو أعلن نيته أن هو هيترشح في انتخابات 2024. فبالتالي الهدف الأساسي من الموضوع أن هو منعه من استصدار، لو أدين، لو حكم بإدانته سيتم استصدار قرار بمنعه من تولي أي منصب حكومي أو الترشح لأي منصب سياسي مرة أخرى، وهو ده الهدف. حظي دونالد ترامب بكونه الرئيس الأمريكي الأول الذي يحاكم خلال فترة رئاسة واحدة مرتين. صحيح أن المرة الأولى حصن ضد هذه الاتهامات أو باءت هذه المحاولات بالفشل، لكن هذه المرة التأثيرات قد تكون أعمق وأبعد من ذلك. لماذا كان الصراع في بادئ الأمر أو عند المحاكمة الأولى حزبيا بين الديمقراطيين والجمهوريين، ليتحول الأمر اليوم متجاوزا هذه الانتماءات الحزبية؟ 10 من النواب الجمهوريين على الأقل صوتوا لصالح لائحة الاتهام. هو الحقيقة الموضوع له بعد خاص بالوصم اللي خايفين منه النواب الجمهوريين، لأن دلوقتي في ناس كتير جدا منهم، في أفراد كتير جدا منهم بيحاولوا التنصل من انتسابهم لدونالد ترامب، وخصوصا أن في إجراءات بتتخذ ضده. فأي حد هيعلن دعم لي مباشر يمكن بعد كده ان هو يعاني من الوصم في الفترة اللي بعدها ويحسب عليه. فبالتالي هتلاقي في الفترة دي كل الأحداث متجهة ضد ترامب، فهتلاقي ممكن تلاقي كتير من الجمهوريين حريصين ان هم يخرجوا برا المشهد، مشهد الإدانة ده. لكن حكاية ان مجلس الشيوخ يقرر إدانة ترامب من عدمه هو شيء مش محسوم لحد دلوقتي. يعني ما يتردد ان في، هو محتاج مثلا 17 عضو من الجمهوريين في مجلس الشيوخ يصوتوا لعزله لإدانته. لكن دلوقتي احنا مش عارفين، مش قادرين نعرف هل يا ترى هيوصل العدد ده ولا لا. وسائل الاعلام الامريكيه بتتكلم ان في 20 عضو جمهوري قرروا ان هم عندهم استعداد فعلا ان هم يصوتوا بالادانه، علما ان التهمه اللي بيواجهها ترامب في الجلسه دي هتكون التحريض على العنف المتعلق بالهجوم على الكابيتول. دونالد ترامب كان له خلافات ربما برزت في الآونة الأخيرة مع أقطاب ومع كبار ركائز الحزب الجمهوري بأنهم تركوه وحيدا في معركة الانتخابات الرئاسية وتداعياتها، والطعن المستمر من جانبه حتى لو كان دون سند فيما يخص تزوير هذه الانتخابات. هل الأمر علاقة بمستقبل الترشح من الحزب الجمهوري في الانتخابات المقبلة؟ وهناك من يرى أن ترامب بالفعل يحظى بشعبية أيا كان تقييمها في الشارع الأمريكي وفي شارع الحزب الجمهوري، وبالتالي تصفيته حزبيا قد تكون غاية جمهورية حتى قبل المناكفة مع الديمقراطيين. هو الحديث على أن هي غاية جمهورية أو الحديث بشيء من الحسم على أن الحزب الجمهوري اتفق فيما بين صفوفه، يعني على رفض ترشح ترامب مرة أخرى أو رفض أفعال ترامب مرة أخرى، ده عليه كلام. يعني إحنا لو جينا نشوف مثلا حتى على مستوى الرأي العام، في مركز استطلاع الرأي يوجوف عمل استطلاع رأي لي آراء الجمهوريين في الهجوم اللي حصل على الكابيتول. لحد دلوقتي أكتر من 646% من الجمهوريين شافوا إن ما حدث ده إجراء سلمي، يعني وصفوه على إن هو إجراء سلمي، في مقابل طبعا كان مؤشر غريب للغاية الديمقراطيين قالوا إن هو إجراء غير سلمي. بالظبط، مؤشر غريب جدا. هو مش غريب إذا عرفنا طبيعة التصنيفة بتاعت مؤيدي ترامب. يعني هو ترامب زي نقدر نقول إن هو أيقظ الوحش الأمريكي، مش الوحش الأمريكي كدولة، الوحش داخل صفوف الأمريكان. الصورة اللي احنا بنشوفها للولايات المتحدة والمواطن الأمريكي، المينتال إيمج بتاعته إن هو الشخص الواعي المثقف اللي بيشوف السي إن إن، اللي بيقرأ الأخبار، لكن دي صورة مش حقيقية. يعني هي دولة زي أي دولة، فيها فئات كتير مهمشة، كان مرت عليها أجيال كتيرة جدا جدا ما حدش كان واخد باله منها، شافوا في ترامب المنقذ، بصرف النظر كمان على البنية النفسية والبناء العقلي لترامب والجمهوريين أو اليمين بشكل عام، اللي هم دايما عندهم إيمان مطلق بنظريات المؤامرة. أنا حابة هنا أقول حاجة مهمة جدا، إن لما بيتكلم ترامب عن تزوير الانتخابات هو لا يتحدث على سبيل الدعاية أو إثارة الشغب أو كده، هو عنده قناعة قد تكون صحيحة أو خاطئة، هو عنده قناعة كاملة إن الانتخابات اتزورت، هو مقتنع بده. وأنصاره على فكرة بيتحركوا بدافع إيماني
ان في مؤامرة تم ترتيبها ضد ترامب. انا عايز اقول لحضرتك ان انصار ترامب من اليمين هم متبنيين بشكل مرعب لنظريات المؤامرة في التعامل مع كل الاحداث اللي بتمر بها الولايات هو المتحدة. اذا كان لديه هذا اليقين دكتور عزة فيما يخص تزوير الانتخابات، لماذا يلجأ الى الاتصال ببعض مسؤولي الولايات وتحديدا ولاية جورجيا مثلا لمطالبة سكرتيرة عام الولاية بأن تغير مسار أكثر من 10,000 صوت كانوا في الولاية لصالحه؟ يعني هل الأمر مرتبط فعلا بقناعة بأن الانتخابات زورت، ولا هذا هو الرهان الأبقى الذي يمكن أن نمضي فيه بعيدا من وجهة نظر ترامب؟ لا لا، هو الموضوع هو موضوع الاتصال ده مش منطقي وفي عليه كتير يعني على ما استفهام كتير. هو أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، بصرف النظر عن صحة قناعة ترامب وأنصاره من عدمها، هم عندهم اقتناع ان هم مستهدفين وان هو في حرب بتشن ضد ترامب، وان اللي حصل ده كله بسبب ازاحه ترامب لتحقيق، هم مقتنعين الحزب الجمهوري عنده اجندات بيحاول يحققها ضد مصالحهم. انا عايز اقول لحضرتك لو عملنا تشريح كده ديموغرافي لانصار ترامب هتلاقيهم كلهم فيهم قواسم مشتركه، يعني هتلاقي من النادر تلاقي ملونين بيؤيدوا ترامب، هتلاقيهم الفئات الدنيا اقتصاديا واجتماعيا وتعليميا عشان نكون يعني اكثر دقه. فهم شايفين ان ترامب الشخص الوحيد اللي حدثهم بلسانهم. عايز اقول لحضرتك ان الدراسات يعني في دراسات نفسيه كتير اتعملت على شخصيه ترامب وطلعوا توصيفات كتير ان هي شخصيه نرجسيه، ان هي بتعاني من شكل من اشكال البارانويا او جنون العظمه. لكن في دراسه عملت تحليل خطاب ترامب، عملت تحليل مضمون لخطب ترامب، ولقيت ان السبب في استقطابه للشريحه دي كلها هو بساطه ما يطرحه من حديث وما يطرحه من نظريات. يعني هو بيخاطب عقل المواطن. البساطه مرادفه للشعبويه ولا ليس بالضروره ان تؤدي ذات الغرض؟ لا، البساطه المرادفه للشعبويه. انا شايف ان في مؤامره علينا، هو فعلا في مؤامره علينا. كل النظريات اللي بتتكلم عن فكرة التآمر وان احنا ضحايا وان دي ترامب ايدها لهم، كلمهم زي ما نقدر نقول كده ان هو حدثهم بلسانهم، كلامه مباشر جدا، بسيط جدا جدا جدا، وصل لهم بسهولة جدا. وبالتالي كانت النتيجة ان هو يحصد اصوات اكتر من 70 مليون امريكي في الانتخابات. واحنا هزيمة ترامب في الانتخابات لا تعني ان هو ملوش شعبية، لا هو له شعبية، وزي ما قلت لحضرتك ان هو ايقظ الوحش. وهذه مساله من شانها ان تقلق الجمهوريين دكتور عزة، ان تقلق الجمهوريين، لان الرجل الذي يتحدث بهذه المفردات وبهذه الطريقه وله قاعده تتجاوز 72 مليون مصوت، خلافا لبعض الاراء الاخرى ان 46% من الجمهوريين الذين استطلع يوجوف ارائهم تذهب حتى لمسانده اقتحام مبنى الكونغرس. هذه مسائل تقلق الجمهوريين انفسهم ولا لا؟ دي هي تقلق الجمهوريين وتقلق الديمقراطيين، تقلق الجميع. يعني هو عايز اقول لحضرتك حاجه مهمه جدا، يعني ولاول مره دلوقتي بيتكلموا على فكره ان في قصور تشريعي داخل الولايات المتحده في التعامل مع العمليات العنف والارهاب الداخلي الموجه ناحيه الدوله او مؤسساتها. يعني انتبهوا الان، لفت الانظار الان ان الولايات المتحده افرطت في ان هي تتحدث او تتعامل او تصوغ تشريعات خاصه بالعنف اللي جاي من الخارج او الارهاب اللي جاي من الخارج او الاضطراب اللي جاي من الخارج، واغفلوا تماما الاضطرابات او الهجمات اللي جايه من مواطنين محليين امريكيين. ودلوقتي في نداءات لاعاده النظر في التشريعات دي استشرافا ان ده السلوك ده ممكن يكون متكرر بعد كده، وان هم دلوقتي بيحاولوا يلاقوا ما يقي على مقياسهم، يعني قوانين او عقوبات على مقياس التصرفات اللي حصلت. اكثر تعبير استخدم على مدار الايام الماضيه من مكتب التحقيقات الفيدرالي كان تعبير الارهاب المحلي لعدد كبير من مسؤولي الاف بي اي. بالظبط حضرتك. وتخيل حضرتك الارهاب المحلي ده، يعني حضرتك بتتكلم عن مواطن امريكي ضد مؤسسات امريكيه او مواطن امريكي ضد مواطن امريكي، دي حاجه جديده وكانوا غير منتبهين ليها. هو اللي ايقظها زي ما قلت لحضرتك تاني، ترامب ايقظ الوحش الامريكي، ادى الفئات المهمشه دي او الفئات الاقل وعيا فرصة للحديث والتعبير عن نفسها وكسر الحاجز اللي كان موجود قبل كده. فأنا لا أستبعد أن اللي حصل ده يحصل بعدين، يعني يحصل. هو في حاجز من الجرأة، هو في حاجز من الخوف كسر وبقى في جرأة أكبر،
وعايز اقول لحضرتك ايا كانت الاجراءات اللي اتخذت ضدهم، هم دلوقتي المفروض ان هم القوا القبض تقريبا على 7 أو 10 مش متذكره، بس ايا كانت الاجراءات القانونيه تؤخذ ضدهم هي مش هتكون رادعه، بس ربما يكون العكس كمان. لكن يعني ترامب ماذا عليه ان يفعل؟ اتفضلي اتفضلي. أمريكا ما مش هقول لحضرتك أمريكا ما قبل ترامب غير أمريكا ما بعد ترامب، أنا هقول لحضرتك أمريكا ما قبل هجوم الكابيتول غير أمريكا ما بعد هجوم الكابيتول. ترامب عليه أن يستثمر في هذه المسألة لأن له مريدون كثيرون، وهناك من أيد هذه الواقعة واستنفر حتى انتشار أفراد الحرس الوطني الأمريكي في محيط مبنى الكونغرس، وانتشروا حتى في شوارع العاصمة الأمريكية واشنطن، وهذا خطاب يمكن استثماره، ولا عليه أن يتوارى قليلا وأن يبتعد عن هذا الخطاب الخشن أو الحاد، لأن الأمور لو ذهبت بعد ذلك لمحاكمته وأدين في مجلس الشيوخ هذا يعني إنهاء لمسيرته السياسية؟ عايز اقول لحضرتك هو في حاجه يعني لازم نفرق ما بين ما ينبغي ان يفعله ترامب وما سيفعله ترامب. نعم. هو ما ينبغي ان يفعله ترامب هو ان هو فعلا ينزوي وينسحب ويحضر حفل التنصيب ويتعامل بشكل ياخد اجراءات تهدئه واثبات لحسن النيه وان هو لم يكن غرضه اثاره الشغب او اثاره العنف. وما سيفعله ترامب، أعتقد ما سيفعله ترامب مش معلوم لأن هي شخصية غير قابلة للتنبؤ بتصرفاتها. ترامب في حد ذاته شخصية مربكة جدا جدا وما بتعرفش ردود فعله عاملة إزاي، ودايما ردود فعله بتكون مبنية على قناعاته هو وطريقة معالجته للمعطيات اللي براه، واللي هي حقيقي ما حدش يعني قادر يحكم بيها، وان كان هناك حس مثلا بحاجات معينه ان هو حضور مثلا حفل التنصيب، كل الاراء والرؤى دلوقتي بتقول لا ان هو مش هيحضر حفل التنصيب لان الشخصيه بالنرجسيه بتاعه ترامب مش هيسلم، مش هيقف يسلم السلطه بسلام للرئيس الجديد، رغم ان دي حاجه قد تكون لصالحه وقد يترتب عليها تحول في المشهد، يعني هو ممكن لحد دلوقتي يحول المشهد بعيدا عن إدانته. هو أعلن بشكل واضح قبل نحو أسبوع تقريبا عندما قال أنا لن أحضر حفل التنصيب بعد أحداث الكابيتول مباشرة، وجو بايدن قال ربما هي المرة الأولى التي نتوافق فيها سويا، شكرا على عدم حضورك هذا. بالنسبة للديمقراطيين، بالنسبة لمجلس الشيوخ، بالنسبة للأجندة التشريعية كما يقولون وفق أولوياتها، إذا ما انبرى الديمقراطيون في الذهاب لمحاكمة ترامب في بواكير حقبة جوزيف بايدن، هذا يعني خللا في أولويات الأجندة التشريعية للحزب الديمقراطي، كيف سيدير الديمقراطيون هذه المعركة؟ بص هقول لحضرتك حاجة، هو بالنسبة للمجلس لو اتكلمنا عن مجلس الشيوخ فبتكون دايما في الأجندة بتاعته الأولوية للحاجات الخاصة بالادعاءات، يعني الادعاءات او الاتهامات او التداول القضائي من هذا النوع دايما في الاجنده بتاعته بكلها الاولويه، بس هو احنا بنتكلم على يعني لو جينا حتى نتكلم على جو بايدن وطريقه تعامله مع الاجراء بتاع ترامب، هو في اوقات كتيره جدا كان بيقف يعني في وقف في وقت مباشر، بينما كان في ايده ان هو يتجاهل ان هو يتصدى ليه بصوره مباشره بتصريحات مباشره يعني علنيه. فكرة ان ترامب ما مش هيحضر الحفل التنصيب وان هو اعلن انه مش هيحضر حفل التنصيب، عايز اقول لحضرتك تاني ان ترامب ردود فعله مش متوقعة. نعم. وعايز اقول لحضرتك وتصريحاته لا تصدق في الكثير من الاحيان، يعني هو مش دايما لما بيقول حاجة بيعملها، يعني كتير جدا جدا بيقول حاجات وما بيعملهاش. في حفل التنصيب اعتقد ان هو يعني لو رأي شخص اعتقد ان هو لا مش هيحضر يعني. طيب كما يقولون يعني مستقبل الديمقراطية الامريكية، هل خدش وجه الديمقراطية الأمريكية بالقدر الذي أدمي معه، وبالتالي التعامل مستقبلا على أن تنظر الولايات المتحدة للديمقراطيات في الدول أدنى على المستوى الديمقراطي ستكون متاحة أم لا؟ أم أن الأمر فقط حدث عابر أتى به شخص كاد أن يعبث حتى بالزر النووي، وبالتالي لا يمكن أن تؤخذ التجربة الديمقراطية الأمريكية بأكملها بخطأ عفوي كهذا؟ لا 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 طبعا طبعا تأثرت الديمقراطية الأمريكية والصورة الذهنية للولايات المتحدة تأثرت على مستوى العالم. وفي حاجة بس قبل ما أقول لحضرتك على موضوع الديمقراطية، فكرة الضغط على الزر النووي واللي قالته نائبة الرئيس الأمريكي إن هي أمرها للجيش وللمؤسسات عدم الاستجابة لترامب في حال إن هو أقدم على أي حاجة شبيهة، في شيء من المبالغة. ترامب قد يكون عنده بعض السمات المضطربة ولكنه مش مجنون،
يعني وفي شويه من المبالغه في ردود الفعل بتاعه ترامب. يعني انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، هو يملك السيطرة على تصرفاته وإن خرجت عن السيطرة في بعض الأحيان، لكن لن تصل لإشعال حرب نووية، ولن تصل إلى شن هجمات على دول أخرى، ولن تصل للحاجات دي. والدليل على كده حتى شن يا دكتور عزة، شن الحروب بعد خسارته للانتخابات. حضرتك تدركي أن يعني حجم التقارير التي صدرت عن مسؤول الإدارة الأمريكية بأن الرجل اجتمع وكان ينوي بالفعل شن حرب، لولا أن يعني الإدارة ومؤسسات الإدارة الأمريكية هي التي يعني كبلت يديه. خليني أشكك في الحاجات دي. يعني أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، ترامب محل أقاويل كتير جدا جدا، وعايز أقول لحضرتك من داخل الإدارة نفسها ناس طلعت كتب على سلوك ترامب وطريقة تصرفه. التعامل مع شخص ترامب أصبح شكل من أشكال البيزنس، لأنه هو شخصية سريعة جدا ويسهل جدا أنك أنت تطلق عليها أي شيء والناس تصدقه، لأنه هو فعلا شخصية غير متوقعة. لكن هو عايز أقول لحضرتك حاجة، هو اللي بيحصل في أمريكا شكل من أشكال في ناحية ترامب نفسه برضو تصرفات غريبة على الديمقراطية الأمريكية. الديمقراطية لا تتجزأ. يعني أنا عايز أقول لحضرتك مثلا جمعية علم النفس الأمريكية كانت أصدرت قرار أني ممنوع أي حد من المنتسبين ليها أن هم يصدروا أي تشخيصات لأي مسؤول سياسي، تشخيصات نفسية لأي مسؤول سياسي، لأن ده في مغالطة. أنا ما أقدرش أقول مثلا أن حد مريض نفسيا أو مضطرب أو فاقد الأهلية أو فاقد السيطرة على تصرفاته إلا لو خضع لفحص نفسي دقيق جدا جدا. ومع ذلك يعني أكتر من 100 طبيب وأخصائي نفسي أمريكي أصدروا كتب وكتابات تشخيصية لترامب أنه هو شخصية مضطربة وغير سوية. وهنا يعني حتى التمييز ما بين اضطرابات الشخصية وما بين الوصول للجنون أو فقدان الأهلية، لا، إحنا بنتكلم حتى علماء النفس بيقولوا أن الاضطراب بيبقى على متصل من السواء إلى اللا سواء. مضطرب في الشخصية يعني عنده بعض التصرفات غير المحسوبة، لكن هو غير فاقد للأهلية. هم وصلوا لتصنيف ترامب على أنه هو فاقد للأهلية، وبالتالي أي تصرف ممكن يتصرفه المفروض أنه هو يتم الوصاية عليه. دكتور عزة، سؤالي الأخير لحضرتك، هل بالفعل استهداف في المستقبل السياسي لدونالد ترامب في انتخابات 2024 والحيلولة دون وصوله إلى حتى مجرد التفكير في الانتخابات غاية يمكن تحقيقها خلال المرحلة المقبلة، ولا سيكون من الصعب؟ هو أنا يعني هيكون في مغالطة أن أنا أقول لحضرتك ها، لكن في الاحتمال وارد. مش ما يعني الاحتمال وارد، والحشد اللي موجود في الوقت الراهن هيخلي ممكن عدد من الجمهوريين كبير يصوت ضده. يعني هو دي حاجة واردة تماما. بس أنا شايفة على فكرة أن في حاجة مهمة جدا، هو إحياء الإصرار على استمرار إحياء الأزمة حتى بعد تنصيب جو بايدن. يعني في شيء من انعدام الذكاء. يعني هو المفروض أن مرحلة ترامب تذهب بكل ما لها وما عليها. يعني خلاص هو تم تنصيب بايدن وخلاص نزعت السلطة من إيد ترامب، لكن استمرار البروسس هيخلي القضية مسار جدل في الميديا والإعلام، وعلى المستوى الشعبي مسار جدل، وممكن يترتب عليها إثارة اضطرابات بعد ما كان يعني هم نجحوا في ان هم يعملوا زي احتواء للموقف اللي حصل. الاستمرار في إثارته والاستمرار في عقد جلسة محاكمة بعد كده وإثارة الجدل حواليه مرة تانية ممكن يكون سبب في خلق اضطرابات أخرى. شكرا جزيلا لحضرتك دكتورة عزة هاشم، الباحثة في المركز المصري للفكر والدراسات، منضمة إلينا على الهواء مباشرة. أشكر انضمام حضرتك إلينا، شكرا جزيلا. وصلنا مع حضراتكم إلى ختام هذه الحلقة من أحداث اليوم. في ختامها فقط سنتوقف مع هذا العرض الذي يسلط الضوء على الخطوات والإجراءات كما ينظمها الدستور الأمريكي فيما يخص عزل الرئيس المنصرف دونالد ترامب.